بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال، عواشركم بروكة إن شاء الله. يا ربي تحققوا كاع الأماني، كاع اللي تيتمنى شي حاجة يا ربي يحققها ليه. اليوم غادي نحط لكم واحد الغسلة رائعة وأكثر من رائعة، مجربة لطرد السحر وطرد المانع وطرد المس، الناس اللي عندهم عوارض، الناس اللي عندهم مشاكل. غسلة عاشوراء ان شاء الله غتحل لك البيبان المسدودة، وغادي تكون ان شاء الله جديد، يلاه تولدتي كأنك يلاه تولدتي. اذا تشليلة واعرة خطيرة جدا، الناس اللي عندهم المس، الناس اللي عندهم عوارض، الناس اللي تيمرضوا في الشهور العربية، الناس اللي تيمرضوا في عاشوراء او عندهم السحر التجديد وتيدير لهم الم في الجسد ديالهم، تيدير لهم الم في القدمين، تيدير لهم الم في الجسد ديالهم بالكامل، تيبقاو يتفوهوا بزاف، تيضرهم راسهم بزاف، تيتخاصموا بزاف، دائما تيكون عندهم مشاكل في هاد الشهور العربية دائما بدون ما يتكلموا، تينوض عليهم الصداع، دائما تينوض عليهم الصداع كأنهم غير مرغوب فيهم. إذا السحر التحقير أو السحر المعمول اللي يتجدد راسه، أو السحر السفلي أو العلوي أو السحر الأسود، لابد هذه الخلطة الرائعة ديال الرقات اللي تتحيد السحر من جذوره، لأنه رائع وأكثر من رائع، لأنكم غادي ديروها بيقين. عارفة المتابعين ديالي عندهم اليقين، تيآمنوا بشي حويج سبحان الله، لهم طاقة إيجابية، تبغيو غير الوصفات الربانية. إذا نتمنى أن هاد الخلطة يديرها الراجل اللي عنده توقيف الحال، الراجل الزوج اللي تيكون كان الزوج عامل في يوم من الأيام ولكن أصبح بدون عمل، صالحة ليه هاد الوصفة، لأن بعض الأحيان الزوج يتصاب بالعين والحسد، وهذاك العين والحسد تيديروا ليه عقد وتيوقفوا ليه حاله بدون سحر، كي تيكون سحر العقد على طريق العين والحسد. إذا هاد الوصفة ديال الناس اللي متبوعين، الناس اللي عندهم التابعة، الناس اللي دائما عندهم العين تتشد فيهم والحسد تيشد فيهم والسحر تيشد فيهم. إلا مشاو غير لأي مكان تيجيو مراد، تيجيو متعوبين، تيجيو يقدروا يمرضوا فيها أسبوع. إذا هذه الوصفة ما غاديش تحتاج بزاف الوصفات، عندنا جوج عشبات والملح الطعام. الملح الطعام اللي ما تكونيش واكلة منها ديما، إذا بغيتي توسخها ديما خودي الملحة اللي ما عمرك كليتي منها، تكون واحد الساشية محطوطة للفسخ فقط، تكون دائما تخليها للفسخ فقط. إذا غادي نروح عند عطار وغادي نشتري السداب، السداب اللي من أقوى العشوب لطرد الشياطين وطرد العوارض وطرد التابعة، من أخطر العشوب الرائعة اللي تخدموا بها الرقات. إلا قطرتها المصاب أو المصروع في نيفو سبحان الله تفيق في الحين، لأن أي عارض ما تبغيش السداب أو كما نقولوا احنا في المغرب الفيجل. اذا عندنا سرغينة، سرغينة هي معروفة لطرد التابعة، التابعة اللي متبوع انت من العين او من الحسد، او عندك طاقة سلبية داخلك من شي انسان مقابلك ليلا ونهارا، هذيك ستكون تابعة من الانس، تابعة من الانس. اما تابعة من الجن هي صالح لها العشوب فقط. اذا تابعة ديال الجن ستكون تخرج بالعشوب وقراءة القرآن، أما تابعة الإنسان، إنسان يدخل سوق راسه ما يبقاش يدخل أي واحد لداره ويدخل من والا ويحكي ليه من والا، دائما نحتاط من الناس ونحاول أنني أسراري تبقى عندي في البيت. إذا هذه كنصيحة، نحاولوا أننا نبعدوا من الطاقة السلبية اللي تجيب لنا المشاكل، الحاجة اللي تجيب لنا المشاكل نحاولوا لغيوها من حياتنا فقط. هذا هو الحل اللي وصلت ليه أنا. دائما إنسان يكون يبعد من الإنسان السلبي، السلبي تيعطيك غير السلبي. إذا غادي ناخدو السداب، غادي ناخدو السداب أو الفيجل. عندنا سرغينة، سرغينة
الغينا راه هذه غير 5 دراهم، والفيجل 5 دراهم، والملحه بدرهم. اذا غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نتبخو فيه هاد المكونات، غادي نتبخو فيه هاد المكونات اللي غادي ان شاء الله الناس اللي عندهم مشاكل في البيت، عندهم صداع، عندهم مشاكل، يحاولوا الوقت الطبخ يبخروا البيت بالبخار المائي، البخار، ومن بعد هذاك الماء غادي يغتسلوا به المنزل بالكامل. إذا كان عندك صداع وكان عندك المشاكل وكان عندك دائما محتارة محتارة في المشاكل اللي تيوقعوا لك، غادي تحاولي إن شاء الله بحال هذا الكاسرون مخلينا احنا للطبخ فقط. حاولوا تاخذوا أي كاسرون عندها غطاء بحال هذا وغادي نخدم بها هذه الوصفة. إذا غادي ناخد السداب، غادي ناخد السداب، وغادي ناخد سرغينة، غادي ناخد 5 أو 5 أو 7 أو أي عدد بغيتي. إذا السداب، وغادي ناخد كمية الملحة كثيرة لأن غادي تسيقي بها المنزل وغادي تعومي بها في هذا عاشوره، باش أنك تولدي من جديد، تولدي كأنك تولدتي من جديد. إذا عندنا هنايا غادي نحاول نحيد هاد القشور ديال الثوم كانوا. اذا هاد السداب غادي نحطه فوق النار على نية الطبخ، وغادي نجمع البخار، غادي نجمع البخار حتى يتجمع البخار، ونديه لباب العتبة ونحل الغطاء ونخلي باب العتبة يتبخر. غادي نروح عاوتاني الى البوطة ونخلي البخار حتى يجتمع، وغادي نبخر الصالون. غادي نردو فوق البوطة ونخلي النفس يتجمع ونمشي لبيت الأطفال. غادي نحل الغطاء ونخلي البخار يبخر المكان. غادي نخلي ندخلو إلى الغرفة النوم ديالي ونبخر البيت بالكامل، حتى المراحيض، لأن ما فيها لا قراءة لا والو، ما فيها حتى حاجة غير بخور بطاقة إيجابية، طاقة رحمانية. حاولوا تشغلوا وقت اللي تكوني أنك تبخري المكان، البيت، الباب، العتبة، حتى المراحيض، تدخلي لهم هذا البخور. غادي إن شاء الله تحيدي الطاقة السلبية، تحيدي العين، الحسد، المس، ومن بعد غادي تاخدي تصفي هذا المكون، تصفيه وتخلي هذا العشوب حتى ينشفوا في الظل، وبغيتي تبخري بهم تبخري. أما الماء غادي توزعيه على أبنائك، كل واحد تعطيه شوية ولو كأس، يضيفه إلى سطل الماء ساخن ويحاول أنه يدوش به، باش يحيد الطاقة السلبية ويحيد العين والحسد، حتى إذا كان مس بإذن الله غادي ينسحب. إذا الناس اللي باغين طاقة إيجابية بالعشوب غير 10 دراهم تفوتك لهيه. إذا حاولوا أنكم تبخروا بيوتكم في هذه الأيام اللي فيها المشاكل ديال السحر، تجديد السحر. نحاول أنني دائما نبخر البيت بطاقة إيجابية. بغيت نديرها في هاد عاشوره مرة وجوج، نقدر نديرها العشوب نجمعهم اللي تبختهم ونشفهم في الظل، ومن بعد نبخر بهم في المقلاة ونلوح هذوك العشوب عادي، تلوح في الزبل، غادي نلوح فيه هاد المكون او المحروقات او نخرجهم خارج المنزل. اذا غادي ناخد، تمشي عند العطار تجيبي الفيجل و تجيبي سرغينة والملح الطعام، تجيبي ساشية بدرهم، ان شاء الله غادي تعطيك طاقة ايجابية، غادي ان شاء الله ترجعي جديدة كأنك تولدتي من جديد ان شاء الله. غادي يعم عليكم المال والرزق، هو يكون عندكم الوفرة في البيت. طردتوا النحس، اما ديروها صباح ليلة عاشوراء او ليلة عاشوراء او يوم عاشوراء او في هاد الايام اللي بقى في عاشوراء، ديروا هاد الغسلة بعد التبخير. بعد التبخير تحاولوا انكم هاد الماء تغسلوا به افراد العائلة، الزوج، الام، كل واحد يغسل الجسد او في الدوش عادي جدا. اذا احبابي اللي عجبته هذه الوصفة، يخلي لايك، دعم القناة، فعل الجرس، يتابعونا. بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.